عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلنا الطيبين، حبابكم عشرة بلا كسرة في برنامجكم مطبخ الشروق، وحلقة جديدة زي ما عودناكم معانا شيفنا الجميلة شيف آية والأخت الزميلة إسامة. حبيكم. مرحب بك أحمد، مرحب بكل متابعينا وكل مشاهدينا وين ما كانوا في كل البيوت السودانية. بيرسل لكم أجمل وأندى التحايا في كل أوقاتكم السعيدة. مطبخ الشروق أكيد معاكم بعدد من الوصفات المختلفة. أهلا مرحب بك شيف آية. أهلا. كيف الليلة يومك؟ الحمد لله كله ضابط تمام؟ كله ضابط. الأمور مرتبة تماما؟ تمام الحمد لله. أهلا بكم حلقة جديدة من مطبخ الشروق على قناة الشروق. النهاردة هنعمل سبرينج رول، بس هنعمله بورق الجلاش عشان بيطلع كريسبي أكتر وبيكون أحلى. هنشوف مع بعض هنعمله إزاي، وهنعمل حشوة مختلفة شوية، وهنعمل المقلوبة، وممكن نلاقيها مختلفة كتير عن الناس عارفة المقلوبة، بس إحنا زي ما قلنا إحنا بنحاول نعمل الحاجة بشكل مختلف. أيوة. وبشكل جديد. أول حاجة هنبدأ بالمقلوبة علشان تاخد وقت شوية. اول حاجه هنعملها هحط الرز على نار عاليه يتسلق. هحط ميه الاول تغلي. نسلقه بميه فقط من غير زيت؟ ميه. ايوه بالظبط. هحط بس نص معلقه كركم. ايوه. ولو في صفار زعفران. وهنحط نص معلقه ملح وحدتين حبهان بس، وهنستنى الميه تغلي وبعد كده هننزل بالرز بتاعنا. تاني أيوة. حاجه هنعملها هي اننا هنحمر الخضار. هنحمر الخضار نص تحميره بس. هولع كده. الخضار عباره عن شنو؟ الخضار عباره عن بطاطس. بطاطس. الخضار كله هنقطعه مكعبات. وبتنجان والكوسة والجزر. وهنحط شوية بسلة. ايوه. كوسة. طبعا لازم جزر وبطاطس الاثنين مع بعض. لا لازم شكلهم طوالي اضافه دايما ولا حاجه، بس هو الجزر لما هيتقلي بيدي طعم في المقلوبه حلو. ايوه. والجزر عامه في الاكل بيدي تسكيره حلوه قوي. والكوسه. الكوسه طبعا. ايوه. ادي الكوسه. قطعتين كوسه. اتنين كوسه. وطبعا الخضار ده اختياري، عايزين نشيل حاجه عايزين نزود حاجه. في ناس بتحط الزهر مع المقلوبه. في ناس اصلا بتعمل المقلوبه عباره عن باذنجان بس. ايوه صح. بس احنا برضو زي ما قلنا دي حريه شخصيه، مفيش حاجه اجباري في الاكل. فاحنا بنحاول نقدم الحاجه بشكل مختلف. ايوه. الاكل لما يكون في تنوع بتكون هي افضل. بالظبط. يعني كمية الخضار اللي بتكون موجودة في المقلوبة اللي هو البطاطس الجزر وغيره، فهي كلها عندها فوائد مختلفة ومكملة لبعض. بالظبط. وهناخد برضو باذنجان. برضو يا شيف في باذنجان أبيض صح؟ في باذنجان أبيض بس مش عارفة، أنا بحب الأسود في الطبيخ. أيوة. الابيض ده بحسه بتاع محشي بس، او يمكن عشان احنا اتعودنا طول عمرنا ان الابيض محشي وبتنجان مخلل. ايوه. فيمكن عشان كده بس يعني هو الموضوع تعود. تعويض صح. ايوه ايوه معناها اللون ما بيفرق خالص. طبعا الباذنجان هنرش عليه. عندنا مشروب اسود يعني. اسود اسود. ايوه اسود اسود. وزي ما بيقولوا المصريين دايما عندكم هنا بيقول لك الاسمر. ايوه عشان يطلع الميه بتاعته. كده تقريبا انا الخضار معايا جاهز. هنبدا نقليه. هنقليه نص قليه علشان هو هيكمل سواه مع المقلوبه. فاول حاجه هنعملها هننزل بالبطاطس. ايوه طبعا. والباذنجان اخر حاجه هنقليها. ليه؟ علشان الباذنجان بيشرب زيت
يعني في الوسط الخضار اللي انا هستخدمه ده هو اكتر حاجه بتشرب زيت، بتشرب زيت وبتدي لون للزيت. للزيت عشان نحافظ على زيتنا نضيف اخر حاجه. ايوه بالظبط. كده عشان نطلع فيها ممكن ننقل الزيت هنا ونقلي هنا. ايوه. ونعمل هنا بدايه خطوات المقلوبه. انا بفضل ان احنا نعملها في حله يكون ليها حرف من هنا عشان لما نيجي نقلبها نعرف نقلبها بسهوله. ايوه. هحط الزيت وهنسيبه يسخن. احنا كده حطينا الزيت سخن، هنحط الفراخ. انا مستخدمه الزبابيط، ممكن نستخدم فرخه كامله، ممكن نستخدم صدور، اي حاجه. اوراق الفراخ دايما هي محببه لكثير من الناس يعني. للاطفال عشان يبقى اطرى. ايوه صح. لان بيحبوها ما تاكلش ده يعني. ايوه اي حاجه سواء في الطيور او في اللحوم، اي حته لحمه قريبه من القطعه اللي بتتحرك اكثر في الحيوان او في الفرخه دي بتكون اطرى حاجه. فالفرخه اكثر حاجه بتتحرك فيها رجلها، زي بالظبط في الجريحه الجدي او العجل او كده، اكثر حاجه بتتحرك فيها بالظبط. فعشان كده بتبقى دايما هي اطرى حته في اللحمه، بيبقى فيها نسبه كولاجين عاليه. أيوة. ده بيخليها طريه، عشان كده معظم الاطفال هتلاقيهم بياكلوا الفراخ. ايوه بيقولوا الفراخ بالظبط. احنا كده البطاطس كفايه ماشي بالظبط. انا حمرتها بس نص تحميره على خفيف بالظبط. انا ما بفضلش بصراحه ان هي تتحط نيه، لازم اديها تحميره كده وتفضل ماسكه نفسها ما تتهريش. لكن لما بحطها نيه خالص وارد ان هي تتكلم طبعا، لكن كده الزيت بيعمل الزيت مع النشا البطاطس بيعمل طبقه عازله. ايوه. فبيخليها ماسكه نفسها. كده البطاطس جاهز بالكوسه. ايوه. هننزل بالكوسه برضو. الكوسه بننزل بيها دقايق، يعني الكوسه اصلا من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت، فمش عايزينها تتجري برضو. هي طريه اصلا. ايوه بالظبط. ايوه. وفي كل مره لما نحن نختار دايما الخضار نختار الخضار دايما الصغير يعني. ايوه. الخضار اللي بيكون دايما كبير بيكون بحس انه ما فيه طعم دايما. ايوه. ممكن نغطي على الرز، نغطي على الميه عشان تغلي بسرعه. نقلب الفراخ على كل النواحي. لازم يتحمر تماما ولا بس ياخد وش؟ لا ياخد بس، انا هقفل المكان بتاعه. ايوه صدمتنا. الصدمه المالوفه. برافو شاطر. يعني الهدف من الخطوة دي بس زي ما احنا عارفين يعني ناخد يعني ما تحمير او تاخد جزء من الاستواء. ايوه. فبس. ممكن دلوقتي هقطع البصلة حلقات، مش هفرمها، خليها حلقات. دي هنحطها مع الفراخ.
كده خلاص احنا هنحطها. احط ورق اللورة عشان يطلع النكهة بتاعته في الزيت اصلا. ايوه. وهنحط الحبهان. ونطلع الكوسة من الزيت. الكوسة كده خلاص. الكوسة خلاص انا برضه أيوة. مش عايزاها تتهري. نطلع فاصل لحد ما نطلع الكوسة. طيب نطلع فاصل. اذا نطلع فاصل ونرجع نتواصل معاكم من جديد. خليكم قريبين. اعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نواصل. احنا طلعنا الكوسة وحطينا الجزر ونقلب هنا. ريحة البصل بدأت تتغلف على الفراخ. وبعد كده هنحط يا دوب نص كوباية مية تغطي البصل. انا مش عايزة اوصل للفراخ دلوقتي كده كده هتستوي. ايوه. ممكن شوربة بدل الموية؟ ممكن بس هتبقى تقيلة كده كده الفراخ. أيوة. هتنزل الجوز بتاعها والعصارة بتاعتها. الجزر برضو بنزله يا دوب بس يدبل شوية. هنطلعه وهننزل البتنجان. نشوف المية بتاعت الرز لسه. الرز لسه. ايوه لسه المية. الجزر لما يتحمر دايما بيدي لون جميل جدا. وخصوصا لو هو نوعه حلو. أيوة. وكان الموسم بتاعه. طبعا احنا عارفين ان الخضار مواسم. صح. هننزل بقى الاسود. البتنجان الاسود. ايوه. اخر حاجه قلنا ننزله هو عشان ما يشرب لنا الزيت. في نفس الوقت الباذنجان بغير او الاسود بتاعنا بغير من لون الزيت. فاخر خطوه نعملها هو. وانا عندي الكوس سوري البسله. ايوه. بسله فريش. فهنزل بيها مع الميه بتاعت البصل وهو بيستوي. هحط كوبايه تقريبا 200 جرام او 150 جرام مش عايزه اكتر من كده لان طبعا هي مليانه خضار فانا مش عايزه خضار يبقى زياده عن الخضار. ايوه لكن دار التشكيل يكون في كميه من الخضار المشكل. وبعدين هناخد واحدتين طماطم. واحدتين طماطم هنقطعهم مكعبات كبيره. وين الأسود؟ ماشي تمام. كده الطماطم. الطماطم ليه قطعتها مكعبات كبيرة؟ عشان تبقى ما تتهريش. أنا عايزاها تديني تنزل المية بتاعتها وتفضل موجودة لسه في الـ في الـ في, الـ في الأكلة يعني ظاهرة. هنحط معلقتين مش مليانين قوي. ايوه. ونبدا بقى مرحله التتبيل. رشه قرفه زي ما قلنا الرشه البسيطه قوي دي بتعزز النكهه وبتبين نكهه كل حاجه. هنحط بتدينا الرائحه الجميله. ايوه. هنحط رشه ملح. لا مش رشه ملح شويه ملح عشان نحيقها. حلوين كده. ايوه حلوين كده. وحطينا ورق اللورا. هنحط شويه كركم او صفار زعفران. ايوه. شوية حلوين معلقة معلقتين. انا ما حطيتش لا زبدة ولا زيت ولا اي حاجة لاني انا كنت حاطة الفراخ اتحمرت فيها. احنا وسخنا دي نجيب واحدة ثانية علشان الباذنجان. احنا ما حطيناش زيت وزبدة لاني طبعا انا عندي كل حاجة مقلية وعندي شوية الزيت اللي احنا شوحنا فيهم الفراخ فمش محتاجة انها تكون دسمة اكتر من كده يعني كفاية دسامة. ده الباذنجان. الباذنجان او الاسود اللي دايما بيكون صغير في الحجم والياداب يعني بادي قبل ما يكبر بيكون دايما جميل في الاكل ما بيكون فيه اللسعه او فيه حدق في الطعم او كده.
فدي حاجة جميلة جدا، لأنه كثير من الناس أو كثير من الأسر السودانية أنا بعرفها هم دائما بيزعجوا من الأسود، يقول لك الحساسية دائما مهيج أو دائما يعني كده بيفعل الحساسية الموجودة في جسمنا، لكن لما تكون دائما إن هي صغيرة بتكون دائما إنه يعني ما فيها المادة اللي بتكون موجودة. إذا كان في طبيب برضو هو ممكن يشرح لنا. وفي ناس بتري جدا هي برضو بيتغسلوا بالملح قبل كل حاجة. إحنا كده تبلنا وعملنا كل حاجة. أيوة. هنغطي عليها شوية ونشوف الرز بتاعنا مية غليت لسه على شوية. هننزل الرز. احنا هننزل الرز دول كوبايتين رز، وبرضو الرز نفس الكلام مش هنسويه قوي، هو يدوب ياخد غلوة يبقى نص سوا، هيقعد تقريبا 10 دقايق بيغلي وبعد كده هنصفيه علشان هيكمل سواق. هنا نطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع نتواصل لكم من جديد، خليكم معانا. رجعنا لكم من تاني. نشوف حصل شو شيف. انا وطيت على الفريك علشان ما تبقاش بتغلي، لان طبعا ايوه صار الحاجه اللي تستوي بالروح. وده كده الخضار اللي هنحطه هنا بعد ما الرز ما يستوي، وده الرز او مش يستوي قوي زي ما قلنا تلت سوا. ونشوف الوصفه الثانيه معانا. الوصفه الثانيه معانا هي عباره عن سبرينج رول. بس عندكم السبرينج رول اللي هو بيبقى زي السمبوسة بس طويل شوية وملفوف. ايوه احنا هنعمله بعجينة الجلاش. طيب عشان عجينة الجلاش بتخليه كريسبي اكتر، وحتى لو قعد معانا وقت لو عندنا عزومة او حاجة وعملناه بدري وقعد شوية بيفضل كريسبي ما بيطرش. فعلشان كده هنعمله النهاردة بعجينة الجلاش. الرز كده بس تبعه. ايوه اول حاجة هنعمل بقى الخلطة بتاعتنا. نعمل بقى دلوقتي نحضر السبرينج رول. ايوه اول حاجة هنجيب الفراخ الصدور اللي هي المخلية. ايوه نتأكد الفليه. نتأكد كده ان ما فيهاش عظم، وهقطعها صغير خالص عشان دي طبعا حشوة فتبقى مليانة. ليه ما بناخدها مفرومة؟ ممكن ناخدها مفرومة، ممكن عادي ناخدها مفرومة، بس انا بحبها تكون دايما كده اللي بياكلها ان هو بياكل فراخ صحيحة يحس بانه هو بياكل فراخ. ايوه خالص. دايما الشرايح الخفيفة او الرفيعة هي بتساعد في التحمير او كان في التتبيلة او غيرها. بالضبط وما أيوة. تاخدش وقت خالص. هنحط
قطعنا الفراخ. انا مش عايزاه يستوي قوي عشان هو هيكمل سواه مع الخضار ومع الفراخ، يدوب كده حلو قوي. هنخليه على جنب هنا لحد ما نكمله. وننقل بقى الفراخ هنا عشان نعمل الحشوة بتاعتنا على نار هادية. الحشوة بتحتاج لخضار؟ الحشوة هنحط فيها فلفل اخضر وجزر مفرومين ناعم قوي. بس فلفل وجزر؟ ايوه. هنحط زيت؟ زيت. زيتون ولا بعد؟ لا زيت نباتي، ما بنستخدمش قلنا زيت الزيتون في الحاجات اللي محتاجه درجه حراره عاليه علشان ما تتحرقش معايا. ايوه. زيت الزيتون من الحاجات قلنا اللي بتاكسل فما بتستحملش درجه الحراره العاليه. اوكي. وهنبشر الجزر. نبشره على البشره الواسعه. هبشر عليهم جزراية. أيوة. ممكن نحط بصل وممكن نحط الخضار اللي احنا عايزينه. بتبشريه برضو؟ يعني بتبشر البصل؟ أيوة. انت عاملاها بطريقه مختلفه. صح؟ ايوه. ممكن نبشر هنا البصل، نعمل بصل كمان معاها. بصل، جزر، الفراخ جاهز. ايوه. فلفل اخضر. هننزل بالفراخ. ده صفنا الكبير. خلاص بقى اللي احنا دعوتنا ما عرفنا انه لحمه فراخ لازم الدش دي وصلنا ان تكون موجوده. حتى انا شايف كده نفس الجوله. ايوه. نقول احنا احنا نقولها وبعد شويه تاني كل المشاهدين هم اللي هيكونوا. أيوة. هم حافظين الطريقه. ايوه. رشه ملح ورشه فلفل اسود. ايوه. وبعد كده هنزل بالبصل. مش هخليه ياخد لون البصل، انا مش عايزاه ياخد لون خالص. وهننزل بالجزر. ايوه. هنحط رشة جنزبيل، ممكن نحط توم فريش، رشة جنزبيل، ونحط نقطة خل. ايوه. نقلب خل. الخل دايما بيدي نكهه حلوه وبيغير فجأة رائحه كل حاجه ممكن تكون موجوده في النار. اسمع رايك في ورشة توابل الحلبيه. ايوه. يا رولي يعني احنا مفيش حاجه في وصفه. حطيت رشه فلفل حلو ورشه بابريكا وهحط نقطه ميه بس عشان مكان تشويه الفراخ والخضار ده يطلع لي في النكهه اللي انا عايزاها.
وبالفعل النفاحة الريحة خلاص. أيوة. بعدين السمك ذاته لحسة في الوصفات في الأكل بدي لون كده ومع النكهة حاجة عجيبة. هو كده أنا خلاص مش عايزة أكتر من كده، هركنها بس على جنب كاميرا لحد نكمل المقلوبة. طيب نرجع تاني المقلوبة بتاعتنا اهي كده، كمان الفراخ بقت تلات اربع سوا، فبقى كل حاجه معانا مستويه على الارض. هنحط الخضار كله ايوه عشان الريحه بقت عامله ازاي رهيبه. وبعد كده هناخد الرز اللي احنا عاملينه كده بالكبسه الاكل. ايوه دي اللي صح دخلنا في أيوة. المطبخ السعودي والمطبخ الخليجي. هنفرده كده ايوه وهنسيبه تماما لحد ما باقي المكونات تستوي. هقفل وهسيبه على نار عاليه 10 دقائق، وبعد كده اوطي خالص كاني بسوي رز، واسيبه لحد ما الرز اللي على الوش يستوي. ممكن ياخد مننا 10 دقايق، ممكن ياخد ربع ساعة، ممكن ياخد تلت ساعة. أيوة. على حسب احنا كنا مسويين الرز ازاي. أيوة. لاني انا كده كده عندي الخضار والفراخ وكل حاجة مش فاضلها كتير عشان تبقى مستوية خلاص، فكده كده هتكون استوت معانا. ننقلها بقى هنا ونطلع فاصل ونرجع نكمل. رجعنا من جديد واهلا ومرحبا بكل الاحباب عبر برنامج الشيف. ايوه وهو نحن كلنا كده من داخل مطبخ الشروق. والشيف ايه دائما هي بتبدع لنا في كثير من الوصفات المختلفه والاكلات العربيه المصريه السودانيه، في كثير من يعني اكلات مشتركه بنلقاها دائما ان هي مختلفه موجوده في المطبخ. لكن دايما شيف ايه بيقولوا المطبخ دايما هو نكهه وريحه وطعم. صح. ريحه وطعم او نكهه ونفس عموما. ايوه انا حطيت هنا معلقه دقيق على ثلاث معالق ميه، بس هحط المعلقه الرابعه ودي اللي هنقفل بيها السبرينج رول. كده تمام معانا، ومعانا الحشوه ومعانا الكلاش. وتعالوا بقى نشوف احنا هنعمله ازاي يا شيف. عايزين يوم في حلقه عايزين يوم في حلقه أستاذ المشاهدين عايزين نعرف طريقه عمل العجينه بتاعت الجلاش. عمل العجينه نعملها مفيش مشكله، هي سهله جدا نعملها في مره. بس زي ما قلت لك يا احمد برضو على الرقاق انه في حاجات شراكه هي اسهل واحسن ومش هتعرف تخزنه زي ما هو عامله على مكنه وتخزنه. أيوة. ازاي. أيوة. بس هو عمايله سهل جدا يتعمل، بس خلينا مقتنعين ان مفيش كل ست بيت كل ما تيجي تعمل جلاش هتعجن جلاش، لكن ده الجاهز بيبقى محطوط في الفريزر تقدر تجيبه وتخزنه عندك في الفريزر. بس نعمله في مره مفيش مشكله طبعا. ده كده الجلاش معايا. الجلاش طبعا من الحاجات اللي ما بتستحملش انها تفضل في الهواء، فبنتعامل معاها بشكل سريع. بيجف سريع جدا. بالظبط. أيوة. بينشف بسرعه قوي. حرام يا اما ان احنا نخلي بدل ما كل شويه نرمي ورقه، يا اما نغطيها في فوطه واحنا شغالين، يا اما نخلي دايما الورقه الاولانيه دي هي الورقه اللي احنا ما بنستخدمهاش. ايوه بس احنا هنستخدمها دي لان هي كويسه ما فيهاش حاجه. هنعمل ايه؟ هناخد كام ورقه كده على قد ما هنحشي اهم، وبعد كده هنلف ده ونشيله لحد ما نشوف عشان ما يبوظ. ايوه دلوقتي ولا لا اهو خليه هنا. دي ورقه كبيره طبعا، مش هعمل واحده سبرينج رول بالحجم ده كله، فهنقطعها بطولها. ايوه وبالعرض كاننا بنقطعها بالظبط اربعه اربع مربعات. ايوه اهي بالشكل ده. وبعد كده هناخد واحدة واحدة. ايوه في انواع بتكون رقيقة فممكن نلفها مرتين. ايوه
هناخد الورقة، ناخد من الحشوة بتاعتنا وحاطين الورقة كده بالورد، ونجيب كده يمين وشمال زي كأننا بنلف المحشي. ايوه. ونلفه، وبعد كده ناخد من العجينة دي ونحط على الطرف ونلف تاني ونعملها بورق كمان اهي، ونحطها بنفس الطريقة. ده لما خفيف انت عملت من اتنين بالظبط. الورقة الثانية بقى نخلي بالنا علشان هي دي الورقة الأخيرة، فيطلع شكلها مظبوط. لازم نضغط كويس بالظبط، ونضغط كويس واحنا بنقفل، وبعدين برضو نقفلها كده بالدقيق اللي احنا عاملينه. لازم ورقتين الأفضل على حسب، علشان الجلاش ورقته خفيفة. ايوه. فورقتين بتبقى أحسن. وبعدين نعمل الثانية. الخلطة ريحتها حلوة بجد، حاجة جديدة ومختلفة. يمكن احنا كلنا متعودين على السمبوسة او السبرينج رول، المحشي خضار او لحمة. أيوة. او جبنة. فنسينا نقفلها هنا. فحاجة جديدة نعملها في البيت عندنا عشان احنا ما نزهقش من الاكل، وفي نفس الوقت يعني بنعمل حاجة ممتعة في الاكل ذاتها يعني. اهي كده الثانية. احنا نعمل على عددنا، احنا كم واحد فيكم؟ واحد ورا الكاميرا. ايوه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، واحنا ثلاثة. ما تنسي شادي. ايوه. لا حسبت شادي، ما حسبتش. ايوه. دي الناس اللي بتتعب معانا وهي مش ظاهرة بصراحة خالص، خلف الكواليس دايما طبعا، ومن غيرهم البرنامج عمره ما كان هيطلع بالطريقة دي، فبنشكرهم طبعا جدا. مش هنعمل تمانية بعض، كلهم مع بعض. احنا هنعمل على قد الورق ده برضه. واحنا بنحشي بيبقى عندنا ان احنا بنعمل يعني، لا انا بقلل الحشوة قوي ولا انا بزود الحشوة قوي، بعمل على قد المعقول. ايوه. يعني تبقى الحشوة مظبوطة على قد الورقة اللي انا بلفها. ايوه. ممكن نقطع الجلاش اكبر من كده وتبقى وحدة السبرينج رول معانا اكبر من كده ممكن طبعا. ريحه المقلوبه بدات تطلع، حد شممها ولا انا بس اللي شممها؟ لا لا ما شاء الله، علقتها بيني وبين نفسين، ريحه جميله. ده انا متاكده ان طعمها هيعجبكم جدا، ان شاء الله انتوا كمان تجربوها في البيوت وتقولوا لنا رايكم ايه. وانا متاكده ان المقلوبه دي بتتعمل في كل البيوت باشكال مختلفه، ف احنا حبينا برضو زي ما بنقول دايما ان احنا بنحاول نقدم الحاجة بشكل غير تقليدي مختلف. ومطبخ الشروق هو دايما بيقدم كل الوصفات الجميلة والمميزة، وصفات العربية مصرية سودانية. وحيكون اكيد فيها اختلاف، فيها تميز، وفيها ابداع وابتكار جديد من المألوف دايما في داخل بيوتنا المختلفة. حط الزيت يسخن. ايوه. عشان خلاص بنعمل اخر واحدة. بعدين في متعة وانت بتشتغله بتليف. ايوه. يعني الحاجة الجميلة دايما وانه الانسان بيحب الابداع في الاكل دايما، والتنوع والابتكار والتفاصيل دي، ما بيكون عنده ملل طالما انه عنده كم طريقة ممكن يعمل بها كم وجبة مختلفة وكده. احنا كده خلصنا لف السبرينج رول. ايوه. طيب يا شيف، نحن لو مثلا الجلاش او الكلمه اللي احنا عايزينها او ما شرط الحاجه دي خلصت وباقي لسه حشوه، بتتشال في الفريزر عادي جدا او في الثلاجه ونعملها ثاني يوم. وكمان دي من الحاجات اللي احنا ممكن نعملها ونشيلها في الفريزر،
يعني بيتهيألي الناس كلها بتاكل الحاجات دي في رمضان. أيوة. جنب الاكل. أيوة. ممكن نعملها، نشوف احنا الاسره بتاعتنا 4 5 كل واحد بياكل 2، نعمل اطباق كل طبق فيه 10 ونطلعها من التحضيرات اللي ممكن تتحضر قبل رمضان. السبرينج رول، السمبوسك، الحاجات دي كلها ممكن تتحضر قبل رمضان. وصراحة مهما كانت تتحضر منها كتيرة أو بكميات كبيرة جدا فبتلقى قبول يعني. طبعا. الناس دايما بتحب الحاجات المحمرة كده. دايما صح. أيوة. علشان كده السمبوسة دي سهلة، لازم تكون في رمضان في الصينية. أيوة. فيه أو كبة أو حاجات زي دي. صح، عشان كده بنحضر الحاجات دي قبل رمضان علشان مش هنقعد كل يوم بقى نتشيلها، فهما ينفع ان هي تتشال، فيبقى طبعا احسن ان احنا نعمل كده عشان نوفر الزمن. ما في زمن ان احنا من نحضر وقت من الصباح لحد الفطار، الوقت يكون ضيق. بالظبط. انا كده ممكن انزل بالسبرينج رول بس زيت شويه. ودي تشكيله جميله. ايوه ايوه كفرشه. بالظبط. الزيت لما يكون ايوه 6 وحدات حلوين مش وحشين. احنا في العصا في العمل ده كله في الوصفه دي كلها ما فتحت المقلوبه ليه؟ علشان هو الرز، انا من قلت لك قبل كده كذا مره ما بحبش افتح الرز. الرز ده يا جماعه مجرد ما قفلنا عليه الحله هو كائن دخل اوضته خلاص. ما ينفعش نفتح عليه. ينفع ندخل على حد اوضته؟ لا. فلما خلاص يقرب خالص احنا عارفين الوقت بتاعه، هو بياخد تقريبا 3 ساعة وبعد كده بنقفل ونسيبه، فاحنا عارفين وقت الرز. ولو عملنا كده هو فعلا اخر تقريبا بنقلبها للرز لما يتشرب، عشان كده انا ما بغطيش على الرز قبل ما يتشرب. ياخد يعني راحته. بالظبط. اول ما يتشرب اقلب اخر تقريبه وادخله اوضته واسيبه بقى الوقت بتاعه، وبعد كده نرجع نطلعه او نستخدمه. هو كده الرز المقلوبه معانا كمان خلاص. احنا كده حاسه هو مرتاح. كده هو مرتاح اهو. أيوة. يقول لنا ايه بقى يا دكتور؟ احنا دي لما بنعملها بنعمل جنبها الدقوس بتاع الطماطم اللي هي طماطم وكزبره وفلفل حامي وثوم. أيوة. وليمون وخل وكمون، ويتضربوا حلو قوي ويتقدموا جنبها، بتبقى صوص. ايوه الصوص الحادق دايما حلو. ايوه بالظبط. في رمضان تحديدا انه يعني بنحب المحدقات، المحمر، الحاجات اللي دايما انه الزول بيقدر ياكل فيها كميه كبيره جدا. هو ده من عجينه السبرينج رول، عشان العجينه بتبقى واخده حاجات معينه بتخلي الزيت يعمل كده، بس هي هتنزل دلوقتي هتهدى هتفوق وتحلى. احنا ممكن نغرف المقلوبة او نطلع فاصل ونرجع بقى نغرف الاكل بتاعنا كله. اهلا طيبين ومشاهدينا الحلوين، رجعنا لكم بعد الفاصل ونشوف مع شيفنا وصلنا وين يا شيف. وصلنا للسبرينج رول اهو بدأ وانا متابعة تحمير. والمقلوبة السبرينج رول ده محشي فراخ. الفراخ عملناها بخلطة بالسماق والملح والفلفل. أيوة. وسنة الخل وجزر وبصل. قلنا هنحط فلفل أخضر وما حطيناش فلفل أخضر صح؟ صح. لكن ممكن برضو لأن على حسب الاختيار. أيوة طبعا. فأنا دايما بشوفك أنك بتقولي على حسب الاختيار، إنه كل واحد يحط الحاجة اللي بيحبها. مش ممكن بعد ما هي تخلص أنا أدخلها في صوص أو في شطه جاهزه بره. بس مش الفراخ ولا السبرينج رول نفسه. السبرينج رول نفسه انا لا، ممكن نعمل جنبيه صوص ويتاكل جنبيه. ايوه ما انه معاه يعني صوص يكون سبايسي يعني. ممكن سبايسي انت عارف طبعا. لو احنا ما عملنا لا عارف استغربت انت ليه ما عملت لنا فعلا الا سبايسي. خلاص بقى حسيتكم تعبتوا من كتر السبايسي. نريح شويه من الحادق والشطه. أيوة. صح. كده خلاص. ايوه دي كده خلاص كانت وصفه السبرينج رول المحشي فراخ، عملناها بورق الجلاش علشان يفضل كريسبي اكتر ويصب. سامعين؟ يا سلام. وكل مجرمشه
ما يقعد شويه مش هيطرى معانا خالص زي العادي. ونيجي بقى دلوقتي لفقره المقلوبه. يلا 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 المقلوبه نقلب. بجد الريحه رهيبه. عظمه عظمه على عظمه. ايوه هنعمل ايه بقى؟ هنحط ده كده. ايوه وتاخدي نفس. لو وقعت مش هنعيد الحلقه خلاص. طيب خلاص حاضر. يلا واحد اثنين ثلاثه ثلاثه. اها بسم الله الرحمن الرحيم. مستعدين؟ مستعدين. يا الله 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 الله. بس شويه مبالغه المنظر بلاو. ولما تضيفي له باقي الخضار الموجود هيكون الشكل مكتمل تماما. بالظبط. ريحة عظيمة 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 ورهيبة. مش لاقي حاجة اقولها يعني. حاسة كده دخلت كده. هي ناقصة بس الصوص السبايسي جنبها. ايوه عشان كنا المفروض نحط فيها قرن فلفل حلو عشان بعد الحلقة اكلها انا بقرن فلفل حلو. دي كانت المقلوبة. عملناها بخضار وبفراخ والرز. استخدمنا البسلة البتنجان البطاطس الجزر الكوسة دبابيس الفراخ البصل وتوابلها. ما كانتش فيها توابل كتير خالص بس طلعت حلوة وريحتها حلوة وعظيمة. واتمنى تكون عجبتكم. وانا عارفة زي ما قلنا في الاول ان المقلوبة في دول كتير واماكن كتير بيعملوها بشكل مختلف. احنا حبينا نقدمها احنا كمان بشكل مختلف من مطبخ الشروق. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لنا رايكم ايه وتقولوا لنا مقترحاتكم عايزيننا نعمل لكم ايه. واحنا بنجاوب على كل الاسئله بتاعتكم اللي بتبعتوها لنا. وكده خلصت حلقتنا من مطبخ الشروق على قناه الشروق مع المقلوبه والبرين رول فريك. ايوه كتير يمكن يكون من المتابعين اليوم كتير من الوصفات المختلفه اللي حابين انه يطبقوها. ما عليهم الا يتابعونا عبر مطبخ الشروق وان شاء الله حيلقوا كل جديد وكل مفيد من خلال المطبخ العربي. مطبخ الشروق اكيد حيبدع وحيعمل لكم كل جميل من الاكلات المختلفه. شكرا لك يا شيف ايمن. شكرا على المنظر الجميل ده. انا رايق بس من ده نخلص. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. فاعزائي المشاهدين كده بتكون حلقتنا لليوم خلصت. مع السلامه. خلونا ناخذ